انك انت تلاقي اعلاميين عرب يشيدوا بالاهلي يشيدوا بالزمالك ده كويس، وللمره الثانيه والثالثه والعاشره يشرف الكوره المصريه جدا انك تسمع اشقاء عرب او حتى اجانب عامه يشيدوا بالانديه المصريه. الاهلي يسعده جدا ان الناس تتكلم على الاهلي قيمه والزمالك قيمه والاسماعيلي والاتحاد والمحله وكل انديتنا. لكن الملاحظ انك انت تلاقي ناس لمجرد ان اي حد يشيد بالاهلي او يقدر قيمه الاهلي وهي بالفعل مقدره ومحفوظه تضايق الناس. ليه الحساسيه عند البعض لمجرد ذكر قيمه الاهلي؟ الناس دي لازم تاخد بالها من نفسها في الجزئيه دي، لانه فعلا الوضع حاله فعلا مش مفهومه. لمجرد انك تسمع راي ايجابي جدا في قيمه الاهلي تلاقي المساله باظت. الصحفي السعودي الاستاذ احمد العجلان بمناسبه مباراه الزمالك والهلال، الراجل بيتكلم بيقول الزمالك نادي كبير بس الاهلي النادي الاكبر في افريقيا. ده كان مع زميل احمد حتحوت برضه. هو بيتكلم على قيمه الاهلي. بيتكلم على قيمه الاهلي، ان الاهلي النادي الاكبر في افريقيا. هي دي محتاجه حد يختلف فيها؟ ده بالارقام والبطولات والحقائق والتاريخ وكل حاجه الاهلي كبير القاره الافريقيه. يسعده جدا انه الزمالك يكون حاله كويسه، ويسعده جدا انه بيراميدز والاسماعيلي وهكذا وكل الانديه، لكن ما حدش يغفل قيمه الاهلي كبير العائله الافريقيه. ده الزميل احمد العجلان اللي الحقيقه تواصل معاه زميلنا العزيز الاستاذ محمود شاوي الناقد الرياضي، وساله عن اثارته للجدل في هذه الجزئيه. نشوفه. انت عملت ضجه كبيره جدا في مصر خلال ال 48 ساعه الاخرانيين، نشرح للناس بقى ايه اللي حصل. ابدا والله انا مش يعني انا مش عارف، انا ما كنت مخطط للشيء هذا. يعني انا تكلمت بطبيعتي بتلقائيه لما قلت ان المناسبه تكبر لو حصل، لو الاهلي المصري كان مع الهلال، على اعتبار الهلال كبير اسيا، لما يلعب مع كبير افريقيا يكون حدث اكبر بصراحه، دون تقليل من الزمالك، الزمالك له تاريخ واسم، لكن نكون صادقين مع بعض، الاهلي يعني مختلف. يعني لما تتكلم عن الاهلي تتكلم يعني عن حاجه مختلفه في افريقيا، فلازم يعني انا قلت انطباع ورايي لا اقل ولا اكثر. لكن ما توقعتش تكون الضجة جديدة بهذا الشكل. لا يعني ما أنا عندي واحد حقق الدوري فوق 40 مرة، وفريق لسه وصل لرقم 14 نسخة في الدوري. شفت إزاي بقى الصدى اللي حصل في مصر؟ هل حصلت الصلاة ما بينك وبين المصريين؟ حصل عتاب؟ أنا تفاجأت بصراحة. شلون عرفت الصدى؟ لما قمت الصباح بدري، يعني أنا أصحى بدري، صليت الفجر رجعت نمت ساعة ونص كذا، رجعت صحيت أشوف في اتصالات من أرقام مصرية، فأنا عندي صاحبي مصري أنا أبعث له الأرقام أقول له شوف الأسماء ذي مين، فكان أكثرهم إعلاميين بعضهم ما أعرفهم بصراحة، فما أدري وش يبون. إلى يومك ما رديت على حد، ولكن الحقيقة يعني ردة الفعل وصلتني، حتى الزميل السعودي في مصر كلمني قال أنت عامل إيه في مصر؟ قلت وش اللي حصل؟ قال يعني أنا إلى سواق التاكسي بيقول في صحفي سعودي قال كذا وكذا. قلت والله انا جت كذا رميه من غير رامي، وان كانت هي قناعتي، هي الميزه في الموضوع انها قناعتي اللي مؤمن فيها وما راح اتراجع عنها. الاهلي كبير مصر وكبير افريقيا، والهلال كبير السعوديه وكبير اسيا. يعني هو حاجه غريبه، يعني عمالين نقشوا الراجل لهم، والله انا لم اخطط، انا قلت رايي وقناعتي وتعرضت. الظاهر واضح ان في ناس يعني كلموه وبعتوا له رسائل يعني صعبه يعني. فقال بطلت، بحثت عن اصحابها عرفت ان هم اعلاميين مصريين، وقال بطلت ارد. اذا يعني حاجات ضايقته يعني. وبعدين هو ده رايي، ومش رايي، وهو رايي مبني على حقائق.